le premier secteur industriel de France, l'agroalimentaire. القطاع الزراعي الغذائي هو القطاع الصناعي الأول في فرنسا، حيث أنه يضم أكثر من 500 ألف وظيفة، وهناك 12 ألف شركة تنتشر في جميع أقاليم فرنسا، لأن فرنسا تضم منتجات زراعية وغذائية متنوعة مثل لحوم بوفين وحلوى المكرون الموجودة خلفنا، أي أن هناك تنوع كبير في الأطعمة الفرنسية، وأرغب في أن يعرف بها أصدقاؤنا وشركائنا في الإمارات، حيث أن هناك شهية حقيقية لكل ما هو طيب في بلادنا. En particulier parce que il y a un vrai appétit ici pour ce qui se fait de bon, de très bon même dans notre pays. تتمتع فرنسا اليوم بجغرافيا وبمناخ يخولها لتوسيع وتنمية قطاعها الزراعي وبالتالي القطاع التغذية بشكل عام. ما هي أبرز المواد الإنتاجية التي تعمل فرنسا على تنميتها بشكل أكثر في هذه الأيام؟ Alors aujourd'hui la France est une grande région céréalière. فرنسا منطقة تضم الكثير من منتجات الحبوب مثل القمح والعدس، كما أنها منطقة تشتهر بتربية المواشي، وهذا يعني أننا ننتج الألبان ومنتجات اللحوم سواء لحوم الجاموس والأغنام. وفي فرنسا هناك دائما سعي نحو تحقيق الجودة، فنحن بلد عريق ويحب الطعام الجيد، وننتبه جيدا إلى الطريقة التي ننتج بها اللحوم والحبوب، لأننا مطالبين بالجودة والأمن الصحي، أي أنه عندما نبيع منتجات إلى الإمارات نضمن لكم الجودة والضوابط الصحية حتى يطمئن الجميع تماما لما في أطباقهم. ما هي بالتحديد استراتيجيات الحكومة الفرنسية لتنمية وتوسيع موادها الإنتاجية في المنطقة وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، علما أن هناك منافسة كبرى من قبل بلدان أخرى من ناحية القطاع والأغذية والمواد الخاصة باللحوم ومشتقاتها؟ ما هي استراتيجيات الأبرز الحكومة لتقوية المنتجات الفرنسية حاليا؟ D'abord, je suis là. Moi, comme ministre français, je suis dans un très beau salon. أولا أنا موجود هنا بصفتي وزيرا فرنسيا في هذا الجناح الرائع لغولف فود، وأنا سعيد جدا بمرافقة الشركات الفرنسية، فهناك 130 شركة فرنسية عارضة في هذا الجناح الرائع، وهذه الشركات ترغب في التأكيد على تنوع المنتجات الفرنسية، ونجد كل المنتجات معروضة هنا، فهذا الجناح أشبه بجالاريس لافايت، ولكن ليس في باريس، بل هنا في دبي، وسوف تجدون هنا كل ما تحبونه وكل ما ترغبون في اكتشافه بالجودة الفرنسية. ما هو حجم التبادل التجاري اليوم بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالقطاع الغذائي بالتحديد؟ دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة الثالثة للمنتجات الزراعية الغذائية الفرنسية، وبالنسبة لنا من المهم جدا الاحتفاظ بالروابط مع الدول الممثلة هنا، لأن دبي تضم العالم كله، وبالنسبة لنا من المهم تنمية التبادل في قطاع السلع الغذائية. Tous ces échanges alimentaires. من المتوقع أن يتضاعف حجم الواردات إلى دولة الإمارات وخصوصا دول الخليج في السنوات العشر الماضية المقبلة إلى 53 مليار دولار. ما هو حجم الصادرات الفرنسية في هذه المدة إلى دول الخليج، وما على ماذا ستركزون أكثر، أي قطاعات بالتحديد؟ La plus grande possible, j'espère. سنقدم أقصى مساهمة ممكنة، وهذا ما أتمناه. على أي حال أود أن أتوجه إلى جميع المشاهدين وأقول أنهم سيجدون الجودة دائما في المنتجات الفرنسية، كما أن منتجاتنا ملائمة للذوق المحلي. فعلى سبيل المثال طعم الجبن في فرنسا لا يتشابه بالضبط مع طعم الجبن في دبي، وهذا يعني أننا نكيف الجبن الذي ننتجه ليتناسب معكم حتى يكون حسب ذوق المستهلكين في دبي ودول المنطقة. À Dubaï et dans tous les pays de la région.